مكملين حوارنا مع طبعا مع كابتن عبد اللطيف عثمان ومحمود رؤوف. محمود كنا قبل الفاصل بنتكلم عن بطوله طبعا افريقيا وانه كان في مجموعه من اللاعبين اللي هم دلوقتي كبار الفرقه زي صلاح وعبد الله عبد السلام. وانت يعني كلمني عن دوركم دلوقتي بقى بعد ما بقيتوا انتوا اللعيبه الكبار، بتتعاملوا ازاي مع باقي اللاعبين؟ بيبقى لكم دور مهم وانا اسمع الكره الطائره اللعيبه الكبار بيبقوا كنترول على الفرقه بشكل وبيتحكموا في الفرقه بشكل عاملين كنترول وبيساعدوا المدرب في ده. كلمنا عن دوركم ده. لا طبعا الكلام ده في الرياضه بالذات الالعاب الجماعيه المدرب طبعا ليه دور مهم جدا في السيطره على الفريق، لكن جوه الفريق جوه اوضه اللبس الكلام ده مهم جدا جدا في الرياضه. يعني ليه تاثير، يعني انت ممكن يبقى عندك فريق كويس جدا جدا بس الدنيا يعني في مثلا مشاكل بين اللعيبه او في مثلا ما فيش حب في الفرقه، ما فيش روح المكسب، الكلام ده ممكن يضيع كل الفنيات بتاعت الفرقه. صحيح. على عكس تماما ممكن في فرق كتيره بنلاقي فنياتها قليله، لا تلاقي الفرقه متماسكه جدا وبتلعب وبتناطح الفرقه الاكبر منها لان هي عندها روح كويسه جدا في اوضه اللبس واللعيب. فده احنا حاجه يعني احنا كنا محظوظين الجيل بتاعنا، يعني زي ما قلت لك انا ما طلعت فعلا استلمت يعني روح المكسب دي استلمتها من اجيال اللي قبل، كابتن حمدي وكابتن ماجد مصطفى وكابتن ايمن رشدي والاجيال دي كلها احنا لحقناها اول ولعبت معاها في الاول خالص. استلمنا بقى منها، فهمنا يعني ايه النادي، فهمنا يعني ايه يعني اوضه اللبس ودور اللعيب الكبير لان انت لازم انت بيبقى ليك دور في انك بتوجه الناس الصغار، مش توجيه فني خالص، لا خالص ان انك تحس ان اللعيب مثلا متضايق من موقف من حق تفهمه، لا تغييره ما عجبتوش مش عارف ايه، ده وجهه نظر ده دور مهم جدا جوه الفرقه بيبقى بالظبط زيه زي الدور الفني. فطبعا لا يقل اهميه على الدور الفني خلص. لا يقل اهميه ابدا ده يعني دور. خلينا نعرف برضو راي عبد اللطيف، يعني يمكن عبد اللطيف كان معاك في نفس القصه وانتوا تقريبا طبعاً. يعني جيل واحد فاكيد بالضبط. موضوع اوضه اللبس وكلمنا في الفاصل على الموضوع ده يا كابتن. هو كان لسه الفكره ان انت كل ما في مجموعه كبيره مستحيل ان ما يبقاش فيها يعني ممكن يظهر بعض المشاكل. طبعا لعبه جماعيه. الفكره ان انت ازاي تحل المشاكل من غير ما تظهر في الملعب، بالعكس تتحل قبل ما تظهر في الملعب، بالعكس انت تحولها حاجه ايجابيه تحول جوه الملعب من روح للناس وهي بتشجع بعض. انا واحد دايما بتكلم ان روح الناس اللي بره هي نسبه كبيره جدا مكسب الناس اللي جوه. الموضوع مش موضوع مين في الملعب بس، بالعكس هو لو اللي في الملعب حس ان اللي بره مش فارق معاه او ما بيشجعوش او هو نفسيا بيهبط، غير لما يحس ان انت كتله واحده بتتحرك مع بعض، لعيبه بجهاز بكل حاجه، هو تشكيل واحد. طب دلوقتي يا كابتن يعني بعد غيابكم ان شاء الله، طبعا كنا نتمنى تقعدوا سنين طويله بس هي دي سنه الحياه، بعد غيابكم طبعا الفريق اكيد لازم حد يقوم بدوركم، لازم يكون في طبعا مع عبد الله عبد السلام واحمد صلاح كبار الفرقه، بس اكيد لازم يعني الجيل الوسط لازم تستلم الرايه بالظبط. تستلم الرايه يعني لازم. انت شايف ان ده احنا عندنا يعني ان شاء الله الموضوع ده متوفر، هو محتاج ان الناس ومحتاج ان يعني تشتغل على ده لان الناس تحس يعني الموضوع محتاج ان كل واحد يحس ان دورك الايجابي جوه الفرقه هو دور مهم جدا مش دور فني بس. دورك مش بس في الملعب، انت ممكن تحل مشكله قبل ما تظهر. صح. ممكن لازم الناس تحس بايجابيه الدور ده واهميته عشان تعمله. صح. فده يعني موجود في الرياضه بشكل عام، لا مهم جدا في الرياضه مهم. بشكل عام طبعا دوره مهم جدا طبعا جداً. طبعا جدا يعني انا انت فسرت لي دلوقتي وفسرت لي ليه احنا كده في الطايره، لان في لعيبه على قدر المسؤوليه ولعيبه ورثت المكسب ومسيطرين على اوضه اللبس، يعني مسيطرين بشكل كبير على اللعيبه كلها. طب خلينا نتكلم عن الموسم السنه دي، احنا الحمد لله يعني فزنا بطبعا الدوري بتفوق كاسح الحمد لله 3-0 في المباراتين، في ظل ان المباراتين اتلعبوا مباريات كؤوس ما كانوش دوري. اللي يكسب ياخد البطوله. برافو عليك، سواء الدور الاول او الدور الثاني. بالظبط. ماتش الكاس ايه اللي حصل؟ هل كان مثلا يعني وضع طبيعي بعد البطوله كيرفي بينزل؟ تفسيركم ايه؟ بص يا كابتن هيثم، يعني انا رايي ان مباراه الكاس يعني كان الموسم السنه دي كان صعب جدا. صح. جدا نفسيا يعني يعني مش نفسيا بس وبدنيا كمان. بالظبط. انت متخيل ان انت كل يعني مثلا انت كمدرب او كلاعب او كل المنظومه يعني جوه الفرقه نفسيا بتاهل نفسك، يلا انا خلاص الماتشات اسبوع، لا يا جماعه معلش اصل الماتشات لا كمان 3 اسابيع. قيس بقى على كده ففي حاله يعني اللي هو الظروف المحيطه بقى بالكورونا والتاجيلات والكلام ده كان ليها فعلا مفعول يعني سلبي طبعا على الروح بتاعه الفرقه، او في الفتره اللي في الاخر لا في حاله بقى ملل.